مرحبا واهلا وسهلا فيكم معنا جديد بقناتي. فيديو اليوم رح يكون انبوكسنج للجيفتس اللي اعطونا اياها NYX Arabia، لانه اذا كنتوا عم تتابعوني على السناب شات رح تلاقوه فوق. انا رحت حضرت بدبي الفاينل ايفنت لل NYX Arabia Face Awards، فخلال هذا الايفنت اعطونا جودي باجز، فانا سالتكم على سناب شات اذا حابين تشوفوا الانبوكسنج على سناب شات ولا على اليوتيوب. الاغلب كان حابب اليوتيوب، فإذا كنتوا حابين تعرفوا شو هم الجوديز اللي أعطونا إياهم NYX بالنيكس أريبيا فيس أوردز الفاينل إيفنت، خليكم عم تحضروني. بس قبل بحب أذكركم إذا لسه ما اشتركتوا بقناتي إنه تكبسوا على زر الاشتراك، كمان على صورة الجرس لحتى يوصلكم مسج أول ما بينزل الفيديو. يلا مع بعض نشوف الفيديو. مثل ما أنتوا شايفين الكيس فيه كتير شغلات، فهلأ رح أمشي معكم شوي شوي. اول اشي هدول الميك اب باج، كثير شكلهم حلو وكيوت. جوا هذه الميك اب باج في برودكتس. اول شيء هذا الباليت، ما بعرف اذا مبين معكم بس لانه في شمس كثير قويه، بس هو باليت اضاءه، فيه الوان اضاءه مختلفين. هيك شكل الباليت من جوا. ثاني شيء موجود بهذا ميك اب باج اللي هم ال NYX لانجيري ليكويد ليبستيكس، هيك شكلهم. اي ثينك انه هم حاطيني نفس الدرجه مرتين، فانا رح اخذ واحد ورح اخلي الثاني للجيف اواي اللي رح اعملها سون. فاذا لسه ما اشتركتوا ضروري تشتركوا بالقناه، سو رح يكون واحد لإلي والثاني رح يكون لإلكم في الجيف اواي اللي جاي ان شاء الله. كمان في هذه الميك اب باج في اللي هم ال NYX Soft Matte Lip Cream، هيك شكله. وهذا ال NYX Whipped Lips and Cheeks، هذا البرودكت بنحط على الليبس وبنحط على الخدود كمان، هيك شكله. طبعا هلأ دور الميك اب باج الثانية، فواحدة رح تكون لإلي وواحدة رح تكون لإلكم. كمان باليت اللي هو ال NYX Illuminator اللي فرجتكم اياه، فكمان هذا راح يكون في الجيف اواي. نفس الشيء في هنا ليكويد، لا هذا ليبستيك اسمه داتش. وكمان في اللي هم كمان السوفت مات ليب كريم، وفي الانتنس باتر جلوس، هذا الجلوس، وهذا السوفت مات ليب كريم. وكمان راجعين حاطين لي من اللانجيري NYX لانجيري، فراح ان شاء الله اعمل لكم سون جيف اواي، واحده فيكم راح تربح ميك اب باج من هدول ال NYX. اعطونا كمان هذا الماسك من غارنييه، ما بعرف شو الفكره انه NYX وغارنييه، بس اعطونا هذا الماسك اللي هو الهايدرا بوم من غارنييه. كمان اعطونا هذا الهير سبراي من لوريال. كمان اعطونا هذا ال NYX contouring stick، طبعا في اثنين، واحد لإلي وواحد لكم. هلا اعطونا هذا البرودكت كمان من لوريال، انا صراحه مش عارفه شو هو، بس اي ثينك انه ماسك. كمان هذا الاشي اللي انا متحمسه له اللي هو ال NYX total control foundation، كثير كنت حابه اني اجيب هذا الفاونديشن واجربه وعملكم عنه ريفيو بالفرايدي فاونديشن. فاذا كنتوا حابين تشوفوا ريفيو عن هذا الفاونديشن اللي هو هيك شكله، بليز تخبروني. هذا من الاشياء اللي انا متحمسه عليها. وكمان اعطونا اللي هم الليكويد لاينر، الووتر بروف ليكويد لاينر. في اثنين لونهم اسود وواحد اي ثينك لونه بني. وفي كمان هذا القلم للحواجب من NYX، هيك شكله. كمان هذا اللي هو Anyway We Glow اللي هو ليكويد هايلايتر، بيجي شكله مثل الليبستيك، طبعا في معي التنين، بيجي شكله مثل الليبستيك، متحمسة صراحة اني اجربه. وكمان هدول الليكويد ليبستيك من هذا اللاين اللي هو اسمه ليكويد سويد، والدرجة هاي رقمها 6 وهذا رقمه 10. كمان هدول الليكويد ليبستيك من اللاين تبع اللانجري. في عنا كمان 3 درجات من الفلفت مات ليبستيكس، هيك شكلهم.
في عنا هدول الكيوت السوفت مات لب كريم الميني سايز، هدول كتير مناح للشنطة أو السفر هيك شكلهم. كمان في عنا هادي الدوو كروماتيك اللومينيتر باودر، هذا إضاءة بس المفروض أنها تعطي أكتر من لون، فهيك شكلها. صراحة متحمسة إني أجربها لأنه إشي كتير غريب. وفي كمان سوفت مات لب كريم، هذه الدرجة أنا كتير بحبها، اسمها أبو ظبي. وفي هذا الآي بنسل، المهم لونه أخضر. وفي هذه الباف، أنا صراحة هدول كتير بحبهم واستخدمهم كتير كتير، فـ thank you next. كمان من الأشياء اللي أعطونا إياها اللي هو البروش كلينزر، فمتحمسة إني أجربه لأنه إذا كان منيح I think إنه سعره كتير رخيص، فإذا كان منيح راح أخبركم، لأنه هذا البروش كلينزر دائما بيخلص عنا بسرعة كتير. بهيك بنكون خلصنا هذا الفيديو اللي عملنا فيه الانبوكسينج للجيفتس أو الجيف اواي اللي أعطونا إياهم NYX بالNYX Arabia Face Awards الفاينل إيفنت. كمان بما إنه أنا فتحتهم معكم لأول مرة وكانت أول مرة بشوف هدول الجوديز، ما تنسوا تشتركوا لأنه أنا قررت إني أعملكم جيف اواي، وراح يكون فيها من هدول الجوديز اللي أعطونا إياها، سنس إنه فيها أشياء مكررة وأنا ما راح أخلي عندي أشياء مكررة أكيد. فاللي ما اشتركت بقناتي تكبس على زر الاشتراك كمان على صورة الجرس لحتى يوصلكم مسج أول ما بينزل الفيديو. بشوفكم بالفيديو الجاي، باي باي.